تعبتي كتير من السواقة، ما هيك أنسي؟ معلش إذا تعبنا هلأ شوي زهرة، بالمقابل رح نرتاح بقية عمرنا. امشي هلأ، خلينا نفوت ناكل شي شغلة بالمطعم، عمك عزت جاية ورانا على الطريق وبعد شوي بيوصل لعنا. خلص روقي وارتاحي. إن شاء الله. يلا تعي. دك يلا بقى يا مخلوقة خلصيني، ما كنت أفهم ليش على طول بتتأخري. كنت عم حط الفطور لرفيف طول بالك. إيه شفتي شو إشارة من ورا دلاليك لزهرة؟ سكري هالباب وامشي يلا. الأمانة دائما صعبة ميسون. خطيت هالطفلة الصغيرة زهرة برقبتكن، عطي الأمانة لأصحابها، مو مجبورة تحملي هالحمل. لك متأخرة وعم تحكي مع هالمجنونة، خلصينا يلا. الجنون اللي عم تعملوه هلأ، خلصي حالك من هالحمل اللي عكتافك ميسون. عم أحكي معك يلا. يا آغا، رحنا عم نضوع وقتنا على الفاضي، على الأغلب بيكونوا راحوا من طريق تانية لأنه حسوا علينا، هيك مستحيل نلاقيهم. سدني عاك، شو رأيك تعلمني شو لازم ساوي؟ لا استغفر الله يا آغا. آغا، ليك سيارة المعلمة ملك واقفة قدام الاستراحة. إيه هيك ها؟ وأخيرا لقطناهم. سيارة عدنان آغا، شو بدنا نعمل هلأ؟ تعي تعي لسه ما شافونا، تعي. أهلين ملك خانم، وين بدك تروحي هلأ؟ اسمع أنت وياه، بتفتلوا الاستراحة كلها وما بترجعوا بلاهن. يلا ألو. نعم عزات. مرحبا، أنا خالتك حنان. عرفت شي خبر عن ملك وزهرة؟ أهلين خالتي، إيه حكيت معها على التليفون وأنا هلأ على الطريق رايح لعنده. لا تشغلي بالك انت. كتير منيح انك رايح لعندهم. ليك عزات الله يوفقك خالتي، بس تصل لعندهم دغري خبرني لانه بالي كتير مشغول. تكرمي خالتي، اول ما اوصل لعندهم خلي ملك تقلك فورا. طيب تكرم عينك. لك اخ منك يا ملك، يعني ما صار الا وسويت الشي اللي براسك. شبك حاسب مو زابطة جايتنا هيك لعند الجماعة، يعني حلوة هلأ نجي نخانقهم ببيتهم عند الصبح؟ لا يعني عادي بنتهم تخطفها لزهرة وتورطنا بهالمشاكل، وإذا أجينا نحاسبهم منكون عم نتجائر ونخانقهم ببيتهم للجماعة. لا تطلعي لي خلق من على الصبح، لا تخليني أندم على الساعة اللي جبتك فيها معي. حنان خانم، ملك خطفت بنتي زهرة وعرضت حياتها للخطر، وبأي لحظة الأغوات بيقرروا يقتلوها. ما رح يقتلوها لحالها، رح يقتلوا ابني الوحيد معها. فإذا بتعرفي وينهم احكي بسرعة. شو سيد رشيد بفهم من حكيك إنك عم بتحددني؟ والله فهميها مثل ما بدك. ليك إذا بيطلع بإيدك تساوي شي لا تقصر، أنت مو شاغل بالك إلا ابنك الوحيد وآخر همك زهرة شو رح يعملوا فيها. أنت لشو بدك تصلي من هالحكي؟ أنت مفكرني غبية ما؟ إن شاء الله مفكر إنه بألعيبك الوسخة هاي رح اسكت وطنش على السيرة. ولازم تعرف هاي البنت اللي خطفتها ملك مو بنتك.
وهي هلأ مو عارفانة شو القصة، لأنه هي خاطفة بنتها. زهرة، زهرة بتكون بنتها لملك. شو عم تحكي؟ أنت عن جد جنيتي؟ أول شي تعلم كيف تحترم حالك لما تحكي معي رشيد أفندي. زهرة حفيدتي، عم تفهمه؟ وأنا متأكدة من هالحكي. مو صحيح حكيك، أنت عن جد جني. لما أخذتك ما ورجيتك البنت؟ ما حفيدتك هاي ولا لا؟ أهلين أغا. إيه رشيد وينك؟ ترك كل شي من إيدك وتعال عندي على القصر. حاضر أغا، جاي فورا. امشي. روح أنت، أنا هلأ بجي وراك. ليكي واصلة معي لرأس مناخيري، امشي قدامي وخلصيني. ما سمعت شو قالت لك ولا طنشت؟ سمعت، سمعت منيح. ماشي، نتواجه يا خانم. فوتي ميسون. تفضلي عدي ارتاحي. حنان خانم، الله يخليكي، أنا ما عاد أحسن أتحمل هالتقل بقلبي أكتر من هيك. صحي زهرة بنت لملك، بس والله مثل بنتي وأكتر. دخيلكن ساعدوها، والله ما عاد أقدر أتحمل. زهرة بنتك أو حفيدتي، يلي عم تقولي مثل بنتك، مو أنت بعتيها ميسون خانم؟ شو هالأمومة هي؟ آه؟ لو إنها مثل بنتك مثل ما عم تحكي هيك بتعملي فيها؟ الله يشهد على حكي، إني حاولت كتير، بس والله ما قدرت خلي رشيد يسمعني. رغم هالشي كان فيكي تمنعيه، بس انتي ما حاولتي. انتو بعتوها بالرغم من عمرها الصغير، بعتوها للزواج. حطي حالك محلي يا حنان خانم، ابني الوحيد من جهة ومن الجهة التانية زهرة. ايه، وطبعا انتي اخترتي ابنك الوحيد، والسبب باختيارك هو الأمومة. مزبوط ميسون؟ مو الأمومة اللي خلتك تعملي هيك؟ ماما، شوفي عيون امك قوليلي انتي لما جوزتي انتي وبابا قديش كان عمرك وقتها؟ وقتها كنت فايته بال16. انتي كمان ابوكي جوزك غصبا عنك مثل ابي هلا. كنا 5 بالبيت، وقتها ما كان معنا مصاري، ابي جوزني مشان يخفف مصروف. انتي كنتي بوقتها بدك تتجوزي ولا مانك رضيانه؟ أنا عرفانة، حتى لو ما صارت قصة المبادلة هي، بابا كان رح يجوزني لأي حدا بيطلبني. لا يا بنتي، أكيد لا، أنا ما كنت بسمح له. كرمال الله، لا تتركيني لحالي. الله يخليكي يا أمي، رح تجي لعندي كل فترة مشان ما أبقى لحالي، وتجيبي معك رفيف. يا أمي دخيلك، لما بتعملي أكلي أنا بحبها، ابقي خبي لي منها شوي وبعدين بجي لآكلها. المهم إنك ما تنسيني، ولعبة بعيدي كمان لا تنسي شمسية من وقت للتاني. ماشي؟ حنان خانم، انت تركتي زهرة وتخليتي عنا فوقها، وكانت طفلة صغيرة وقتها، وكذبتوا على ملك وقلتوا لأنه توفت. هالتصرف بتسميه حضرتك أمومة؟ وانت كنت بتقدري تاخدي قرار؟ جاوبيني على سؤالي. جيابة كلهم بهالشنتهي، في كمان شوية أكل، هدول حفوضات بكفوها لفترة منيحة. يلا حنان، خلينا نمشي بقى. خلي الخانم ملك تطمن، رح ندير بالنا عليها، ما رح ينقصها أي شيء إن شاء الله، لا تشغل بالك. ملك ما عنده أي فكرة شو عم نعمل بنوب. نحن قلنا لأنه بنتها توفت. يلا حنان. يلا.